بمناسبة عيد الشباب المجيد. تقريبا مقاطعة الحي المحمدي للمهرجان الوطني لظهير هذا المهرجان. تحية أيضا لكل أعضاء اللي واكبوا معنا هذا المهرجان. كان عندنا السلام عليكم، معكم الاخ عبد الواحد مدوني، عضو من المؤسسين مجموعه مسنوه. وحنا دابا كنتواجدوا في المهرجان ديال الحي المحمدي، مقاطعه الحي المحمدي والمهرجان الغيواني للمجموعات، وحنا فرحانين جدا وحسننا الشرف كنشاركوا في هذا المهرجان هذا. من حقنا احنا كاولاد الحي المحمدي خصنا نشاركوا، وكنشكروا كل من ساهم في هذا المهرجان هذا. وبالنسبة للتكريم ديالي اليوم، أنا التكريم خصو يكون من حقي، ناخذ التكريم ديالي على مدة ديال 40 سنة هذه، وحنا كنعطيو عطاء وكنخدموا وكنجتهدوا وبقينا محافظين على التراث هذا. وكنشكروا كل من ساهم في هذه التظاهرة هذه، وكنشكروا الجالية المغربية داخل الوطن وخارج الوطن، والجمهور المغربي والجمهور المسنوي. مرحبا، ومعكم مسنوة حتى لاخر نفس. معكم عبد الفتاح الدرازي، عضو مجموعة مسنوة. حنا جيت سعداء بالتواجد ديالنا في النسخة الثانية من مهرجان ديال ظاهرة المجموعات، اللي حقيقة داز في أجواء رائعة، وكنتمنى من الله أن هذه البادرة تستمر وتعمم على باقي المدن. وكنشكروا المجلس الجماعي على الرأس ديالو سي يوسف الرخيص على هذه البادرة الطيبة ديال هذا المهرجان، اللي بقى كيحتفي بالظاهرة وبالاستمرار ديال هذه الظاهرة إلى أجيال قادمة إن شاء الله. وشكرا.